فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الترمذي حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. قال: وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة ولم يرفعه. قال: وهذا وإن كان فيه ضعيف فقد تقدم الحديث المرفوع: من تشبه بقوم فهو منهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما هي عادة الشيخ رحمه الله أنه يستقصي جمع الأدلة في الموضوع الذي يكتب أو يؤلف فيه، ومن ذلك هذا الذي نحن فيه، هذا الكتاب، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فإنه جمع فيه كل الأحاديث والآثار التي لها علاقة بالموضوع حسب ما اطلع عليه رحمه الله، وهو واسع الاطلاع، كل يشهد له بذلك. ومن ذلك هذا الحديث، ما قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. فهذا الحديث وإن كان فيه ضعيف وهو ابن لهيعة، فإن له ما يقويه، وهو الحديث الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على اليهود والنصارى وهم أهل كتاب، فإذا كان لا يجوز التشبه بهم وهم أهل كتاب، فإن التشبه بغيرهم من سائر الكفرة من باب أولى. فهذا يدل على تحريم التشبه بالكفار سواء كانوا كتابيين أو غير كتابيين، لما يجره التشبه بهم من سريان أفعالهم وعاداتهم ومعتقداتهم القبيحة إلى المسلمين. فهذا من باب قطع الصلة الدينية، قطع الصلة الدينية، لا الصلة الدنيوية، إنما الصلة الدينية أنها تقطع بالكفار. وعندنا عقيدة الإسلام وهي وافية شافية ولله الحمد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا، فهذا من باب الوعيد، ليس هذا من أحاديث الوعيد، فلا يدل على كفر من تشبه باليهود والنصارى مطلقا، وإنما هو من باب الوعيد. لكن إذا تشبه بهم في أمور الشرك وهو عبادة غير الله وتأليه المسيح عليه السلام، تأليه الأنبياء والصالحين كما هي عادة اليهود والنصارى، فإن هذا التشبه يقتضي الكفر بالإجماع. لكن إذا كان التشبه دون ذلك فهو محرم، قد يكون كبيرة من كبائر الذنوب وقد يكون دون ذلك. فقوله ليس منا هو من أحاديث الوعيد، يمر كما جاء ولا يفسر، مع اعتقاد أن من ارتكب ذنبا دون الشرك والكفر أنه لا يكفر، وقد يكفر كفرا أصغر غير مخرج من الملة. لا تشبه ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبه باليهود ولا بالنصارى، ولا بالنصارى. نعم. قال: فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى. تمام الحديث ذكر نموذجا من التشبه بهم. الله جل وعلا شرع لنا السلام على من لقينا من المسلمين، السلام بداءته الابتداء به سنة ورده واجب. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. فالسلام مشروع على المسلمين لما فيه، وقال صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن سبب دخول الجنة بسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل. فإفشاء السلام بين المسلمين أمر مطلوب لما فيه من المصالح ونزع الحقد والتهاجر وزرع المحبة بين المسلمين. لكن يكون السلام بالكلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيرد ويقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن هذا دعاء وإظهار للمحبة والأخوة بين المسلمين، فلا يأتي به بالإشارة كما تفعله اليهود والنصارى أنهم يسلمون بالإشارة دون الكلام، إما برأسه وإما بيده، فهذا لا يعطي فائدة السلام المشروع. ولكن ذكر العلماء أنه إذا كان المسلم عليه بعيدا ولا يسمع الصوت فإنه يسلم بالتلفظ ويرفع يده إشارة لتنبيه المسلم عليه، لكن لا يقتصر على الإشارة حتى مع البعيد، وإنما يتلفظ بالسلام، يقول السلام عليكم ويشير بيده لأجل أن ينبهه أنه يسلم عليه فيرد عليه السلام.